game holder. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة رياضية جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة، معكم أنا ثامر الحميد وزميلتي ريما عبد الله، والحديث عن دوري زين واستكمال مباريات الجولة الخامسة من دوري زين بعد مباراة الديربي أمس بين النصر والهلال. طبعا نقول أول شيء مساكم الله بالخير، وثاني شيء نقول هارد لك للنصر ومبروك للهلال، واللي حاب أن يتواصل معنا من الحين لين الساعة 7 على الاستيسي 8-3-4-8-8-4-4-4-8 موبايلي 6-3-0-5-9-0-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 
ريما في البداية خلنا نسمع تقرير عن مباريات أمس وخاصة مباراة الديربي بين النصر والهلال بعد فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف للمنافس التقليدي النصر. التقرير الرياضي. استعاد الهلال توازن ونجح في الفوز على غريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري زين السعودي. وكان الهلال هو الأفضل منذ بداية اللقاء بسبب نشاط خط وسطه والذي برز فيه محمد القرني وعبد العزيز الدوسري وياسر الشهراني الذي قدم أداء مميزا من خلال تنقله بين أكثر من مركز في الوسط والدفاع. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بينما بقي النصر عند رصيده السابق 7 نقاط في المركز الخامس. وفي المجمع خطف الشعلة فوزا ثمينا من مضيفه الفيصلي بهدفين نظيفين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشعلة إلى 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا، وبقي الفيصلي في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. التقرير الرياضي. ميكس أف أم تقدم أي جولة. طبعا بعد هزيمة النصر أتى تصريح بإقالة ماتورانا، وأقال المدرب النصراوي قيل المدرب النصراوي ماتورانا في وقال المدرب النصراوي ماتورانا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أن المباراة أصبحت من الماضي، وكالعادة أحمل نفسي نتيجة المباراة حيث اخترت تشكيلة بناء على أداء اللاعبين في التمرين، ولست غبيا حتى لا أعرف الفرق بين أداء اللاعبين في التمرين وأدائهم في المباريات، وكالعادة عند الهزيمة الجميع ينتقد اللاعبين والجهاز الفني، لذلك لابد أن أقوم بدفاع عن اللاعبين. وحول سؤاله عن أسباب الخسارة قال أتحدى أن يخرج من يثبت أن لاعب النصر قدم ولو نص الأداء المعروف عنه، وعند استلام الحارس الكرة لا يوجد من يتحمل المسؤولية ويستلمها منه. طبعا تمت إقالة ماتورانا، ولكن إلى الآن ما وصلت الأنباء عن مين اللي بيكون المدرب الجديد لنادي النصر. لكن عندي بالسؤال، يعني ليش دائما تعتبر عندنا ما تكلم عن النصر بشكل خاص، لكن أتكلم بشكل عام، دائما عندنا الشماعة اللي دائما نعلق عليها، كل ما خسر الفريق غير المدرب، ما نعمل حسابات أو محسوبيات لأشياء أخرى كثير ممكن تكون هي أحد أهم الأسباب في خسارة الفريق. عندنا النصر من مواسم كثير ما قدم أي مستوى، يمكن هالموسم نوعا ما في بداية مشواره وفي بداية دوري زين قدم نوعا ما مستوى أفضل من المواسم اللي راحت، مجرد هزيمته أمام الهلال تمت إقالة ماتورانا. لأنه هي المشكلة بس ماتورانا كانت، لا يعني لا، لأنه القناعة ما هي موجودة. احنا تكلمنا الموسم الماضي وقلنا النصر، يعني حتى تفاجأنا بتجديد الإدارة النصروية لماتورانا من بعد يعني مجيء نادي النصر فترة بسيطة لمدة 2 أو 2.5 سنين، يعني قلنا حتى ما مدى الرجل يعني يخوض اختبار حقيقي حتى يقنع النصراويين حتى يجددون له السنوات الجاية. لكن في الصيف قبل بداية الموسم كان في حديث أنه ماتورانا بيمشي ولا لا، أنه كان في عدم ثقة واضحة، اهتزت الثقة بين إدارة نادي النصر وبين ماتورانا. لكن بغض النظر يمشي ماتورانا ولا ما يمشي، يجي واحد بديل له ولا لا، يعني خلينا نقول أول الضحايا مع الجولة الخامسة أول مدرب يطير رأسه عندنا في الدوري السعودي هو ماتورانا بعد الجولة الخامسة. يعني صرنا نتسابق في الـ يعني كيف نلغي عقود المدربين. بس اللي أنا أقوله يا إدارة النصر، دام أنكم أنتم
يعني ما انتم مقتنعين او غير واثقين فيما ترانا، كان مفترض انكم انتم تريحون انفسكم ويتم التجديد، وما يتم التجديد حتى لو تم التجديد، يعني ودكم تستغنون عنه كان في فتره الصيف، يعني تستعدون مع مدرب جديد، لكنكم تستعدون مع ماتورانا، واكيد هو اللي محدد المعسكر، هو اللي محدد اللاعبين الاجانب، وبعدين تجي بعد الخامسه تقول له مع السلامه. طيب واللاعبين الاجانب هذا اكيد انه بيجي مدرب الجديد، اكيد انه بيكون مجبور على اللعيبه الاجانب الموجودين، يعني لازم ينتظر النصراويين الى فتره انتقالات الشتويه عشان المدرب الجديد، والله اعلم المدرب الجديد وش بيجي يقول، بيجي يقول والله سامحوني ولسه انا ما شفت، ما اعرف الدوري، ما اعرف اللاعبين، ولسه بتعود عليهم، والاجانب مجبور عليهم وانا ما اخترتهم بالضبط. مثل ما كان يصير مع نادي الاتحاد مع تغيير المدربين، يعني بننتظر كمان مشوار على عوده النصر بعد اقاله ماتورانا. وصلونا على الاس تي سي 8348، موبايلي 630590، زين 7342. نروح للموضوع جديد عن موضوع طبعا اللي هو سالفة تأجيل المباريات ولجنة المسابقات، انه كان نادي الاهلي كان طالب تأجيل مباراته مع الاتحاد في دوري زين، بسبب انه في طبعا عندهم مباراة في اسيا وتحديدا في ايران، وقبلها طبعا راح يكون مباراة السعودية الودية مع الجابون. مباراة السعودية والجابون هذه ودية، لكن يمكن هو الاظهر، يعني خلينا نقول الاهلاويين بنشوف معهم حق ولا لا، خلينا ناخذ حتى اتصالات ورسائل من الجمهور. 9 لاعبين وبعدين تقلصوا لسبعة لاعبين، هذا من الأهلي، من الاتحاد لاعب واحد، الأهلاويين يقولك طب 7 لاعبين تاخذ أكبر اللاعبين 3-4 لاعبين أساسيين عندي وتلعب مع المنتخب السعودي أمام الجابون، وبعدها 3 أيام أنا منافس على الدوري وألعب مع منافس تقليدي، وبعدها 5 أيام أروح ألعب في إيران في آسيا. طب يعني أنا بس بقولك شغلة كمان ثامر، إن الشغلة هذه مو بصايرة على الأهلي بس، يعني هي شغلة صايرة تقريبا على الأهلي والهلال والاتحاد بغض النظر عن عدد اللاعبين، هذا واحد. اثنين، جدول آسيا أو الجدول اللي طهر لآسيا ومتى تواريخ المباريات، هذا ظهر ما أذكر متى لكن من فترة طويلة، يعني عندنا جدول دوري زين كان في رمضان إذا ما خاب ظني. طيب أنت الأهلي ما انتبه لها الموضوع من هلك من الفترة، طول هالفترة يعني ليش تم أو مطالبة للنادي الأهلي بتأجيل المباراة في هالوقت خاصة؟ ما أقول لك أنا يمكن في وجهة نظري جزء من الصح معه وجزء من الغلط عليه، والله شوف انه يمكن هو الكلام للجمهور، لكن نتكلم على انه ليش ما تم التذكير في الموضوع من قبل اداره النادي الاهلي لمجرد ما ظهر جدول دوري زين من الفتره اللي راحت، ليش تم الانتظار الى ما صار في قرب لمباراه الديربي الكبير بين الاهلي والاتحاد يوم الجمعه؟ ريم انا بكون بصف في صف النادي الاهلي اليوم، كلامك في جزئيه كبيره منها صحيحه، بس انا دائما اتكلم على موضوع التواريخ مباريات المنتخب الوديه، يعني التواريخ هذه موجوده، عبد الله ياشر لي يقول لي لا محدده، اوكي محدده يا عبد الله، بس انا اقول يعني لاكثر من مره في بعض المباريات مع المنتخب المصري وحتى مع منتخب الارجنتين وفي نوفمبر وفي سبتمبر وفي ذا، كثير من الامور يقول لك لا والله اداره شؤون المنتخبات ما راح تدفع، اتحاد القدم ما راح يدفع، لا بنعدل في المباراه، لا بنلغيها، لا بنخليها، فالامور غير واضحه في إدارة شؤون المنتخبات في تحديد المباريات الودية للمنتخب. أنا أقول جدولة الدوري ما هي مشكلة، الدوري أبطال آسيا واضحة وما هي مشكلة، لكن المباريات الودية، مباريات ودية، لأنه مباراة الجابون إذا ماني بغلطان بنلعبها في فرنسا، وبعد ثلاثة أيام الأهلي يجي يلعب مباراة مثلا في مع الديربي، مباراة هو منافس في الدوري، وبعد أنت يا ركر تاخذ 7 لاعبين من الدوري، طيب أنا ممكن أقول لك وش سكت الاتحاد لأنه لعب واحد، طب لو كان 7 أو 8 كان بيسكتون؟ طيب كم حتى لو نتكلم يعني عن موضوع الأهلي ما كان، أو الهلال عفوا ما كان في اعتراض من قبل النادي الهلال، هو الاعتراض الوحيد في مباراة الأهلي والاتحاد، فأنا أقول لك يعني يمكن في أي، لكن أتوقع من الهلال كمان في 5 لاعبين الظاهر اللي في 5 لاعبين يعني ما فرقت كثير عن الأهلي، لكن التحديد كان واحد، لكن هي فعلا احنا من أول تكلمنا على موضوع المباراة الودية هذه إنها هي عبء على اللاعبين، بغض النظر عن الرقم اللي بيحاولون يوصلونه في من 104 ما ادري كم، لكن في النهايه انا اشوف سلبيتها اكثر من ايجابيتها. طيب خلينا ناخذ مسؤول حول هالموضوع، ينضم لي الان الاستاذ احمد العقيل عضو لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي لكره القدم، حياك الله استاذ احمد. يا اهلا، مساء الخير. مساك الله بالنور وشكرا لتلبيه دعوه البرنامج. اهلا وسهلا، اهلا فيك، حياك الله استاذ احمد.
أنا عندي سؤال مهم يعني بغض النظر عن الأمور مثلا أن لهم حق أنهم يطالبون بتأجيل المباريات أو أنتم في لجنة المسابقات احترافية اللجنة في عدم تأجيل المباريات أساسا حنا دائما حتى الإعلام الرياضي والشارع الرياضي يطالب بعدم كثرة التأجيلات. لكن السؤال هل أنتم بينكم وبين إدارة شؤون المنتخبات مثلا أو اتحاد القدم أي وسيلة اتصال لتحديد مثلا مباريات الودية للمنتخب أنها ما تتعارض مع مباريات مهمة مثل هذه في الدوري مثل مباراة الأهلي والاتحاد؟ والله شيء طبيعي يعني أصلا هذا الشيء اللي أنت تتكلم عنه أكيد أن في تنسيق دائم بيننا وبين الأخوان في إدارة المنتخبات. وبعدين الكلام أنه هذه أيام الفيفا إحنا نحطها في الرزنامة يعني رزنامة الموسم القادم إحنا عارفين أيام الفيفا فيها مو رزنامة السنة هذه رزنامة الموسم القادم. إحنا هذا جيد يعني لأن إحنا ما كنا نشارك في يوم الفيفا أصلا يعني. لا هو يوم الفيفا فهذه بادرة طيبة لحظة حبيب أنت سواء شاركت في أيام الفيفا أو ما شاركت الأندية السعودية عندها لعيبة يعني النادي مثل الأهلي عنده عماد الحوسني مثل الشباب عنده جيباروف محترفين مثل النصر عنده حسين حسن عبد ربه يعني اللعيبة الدوليين هذولي تطلبهم منتخباتهم صحيح. فإحنا أيضا حريصين على مصلحة الأندية هذه أنها ما دفعت فلوس للعيبة هذول إلا أنها تفيد منهم. طبعا ايام الفيفا تنقسم الى نوعين اوفيشال دي وفريندلي دي. الاوفيشال دي اللي هي يروح قبلها باربع ايام ويرجع بعدها ب 48 ساعه والفريندلي دي قبلها ب 48 ساعه وبعدها ب 24 ساعه يكون من حق النادي. هذا انت طبعا انت قاعد تتكلم عشان نوضح للمستمعين ان حقيه اللاعب في الانضمام لمنتخب بلاده والعوده نعم. فتخيل يعني لو لعبنا في وقت ايام الفيفا مثلا مباراه لفريق وعنده لاعب اجنبي وطلب منتخب بلاده بنفوت الفرصه عليه من الاستفاده منه. عشان كذا احنا سواء المنتخب لعب او لم يشارك في ايام الفيفا تجدنا نتوقف ويعني تنذكر ولا تنعاد. بعد خروجنا من كأس آسيا جلسنا 7 شهور ما دخلنا في أي مشاركة في الفيفا ومع كذا كنا نوقف الأيام الفيفا لأنه ما نبغى نضر الأندية. طيب أيام الفيفا سواء المنتخب لعب فيها أو لم يلعب تجد نتوقف لمراعاة مصلحة الأندية. طيب أستاذ أحمد بعيدا عن اللاعبين المحترفين أنا سؤالي وتركيزي على المنتخب السعودي لأن الآن في باعتبار وجهة نظر النادي الأهلي في ضرر عليهم لأنهم الوقت ضيق ما بين مباراة الجابون وما بين مباراة الأهلي والاتحاد وهم منافس على الدوري. بالنسبة لكم الآن يعني تحديدا أنتم وسيلة التواصل بين إدارة شؤون المنتخبات والاتحاد القدم بينكم وبين لجنة المسابقات طبعا احنا لجنة المسابقات هل مطلوب ان احنا نقول مثلا الإدارة المنتخبات اعطونا اسماء اللعيبة عشان نحط عليها جدولنا لا انا ماني قاعد اقول لك اسماء استاذ احمد لا تخلط الامور انا ماني قاعد اقول لك اسماء اللاعبين انا اقول لك المباراة الودية لا عن هذا كان موضوع وهذا موضوع ثاني عن انا سؤالي بغض النظر ان شاء الله لو لعب واحد انا اقول لك الان مباراة يعني المنتخب السعودي عنده جدوله في ايام الفيفا مع المنتخب السعودي ممتاز انتم تنسقون مع اداره المنتخبات ولا اتحاد القدم بس بغض النظر عن عدد اللاعبين مع اداره المنتخبات ماخذين احنا عارفين المباريات حقتهم اللي في شهر سبتمبر ومباريات حقتهم اللي في اكتوبر ومباريات اللي في نوفمبر. المباراة الوحيدة اللي ما نعرف متى حتكون راح تكون في اللي في فبراير لان الكرة لسه قرعت تصفيات اسيا الاولية الى الان ما اجريت اللي راح تكون في 6 فبراير ان شاء الله اول مباراة والمعسكر حقها بيكون من اول فبراير. وبالنسبة للمباريات اللي هي الودية للمنتخب اللي انتم عارفين تواريخها تم عرضها على مثلا المندوبين الاندية اثناء مثلا حضورهم في قرعة الدوري هو اول اجتماع اعضاء رابطة الاندية الاولمبية الدولية اللي هي المحترفين العام الماضي حضر الاستاذ محمد المشحل وسوى عرض ووراهم المعسكرات اللي بيقوم فيها المنتخب بشكل كامل هذا الموسم. بعد كذا الاستاذ عبد المصابيح تقدم بعرض وقدم فيه معسكرات المنتخب وقدم انت قاعد تتكلم على الموسم الماضي استاذ احمد الموسم الماضي طبعا الموسم هذا للموسم الماضي قدمنا يعني قال الاستاذ محمد جاء وعرض لهم قال لهم السنه الجايه بيصير عندي المعسكرات في
سبتمبر في اكتوبر في نوفمبر في فبراير في كاس الخليج في يناير ومارس، كل هذه المعسكرات كان الأندية على علم فيها. طيب في الاجتماع، في الاجتماع هذا استاذ احمد النادي الاهلي كان عارف ان مباراه المنتخب في هذا التوقيت؟ كيف الاهلي تحديدا الان اللي هو معترض ويودي يأجل المباراه كان عارف في في الاجتماع هذا بموعد مباراه المنتخب؟ ايه معسكر هذا يوم فيفا اصلا كذا يعني ايام الفيفا ممكن نلعب فيها ممكن لا، انا اقول لك على المنتخب استاذ احمد. ايه هو ايام الفيفا مو دايم احنا نلعب في ايام الفيفا. اي بس يتخللها مباريات وديه كان يعرفون بالشيء هذا. إيه طبيعي، هم بيشكرون ليش أكيد بيلعبون. إيه ممكن يلعبون مباراة، ممكن يلعبون مباراتين، ممكن يلعبون ثلاثة، يعني ممكن تلعب مع إسبانيا وتخلص المعسكر وترجع. لا هو كان محدد المعسكر إنه ينتهي 11 سبتمبر ومعروض أمامهم يعني. إيه لأن حتى خاصة إذا على حسب كلامك أستاذ أحمد يعني المباراة الجابون جاية في آخر يوم في المعسكر، يعني ممكن بالتحديد هو يوم الفيفا، هو يوم الفيفا يوم 11. طيب يعني حتى الان حتى حتى المنتخبات الخارجيه المنتخبات الاخرى ما يلعبون ما كله في يوم الفيفا، يعني ما يعني المعسكر صح انه يبدا ثلاثه لكن اليوم الفيفا اللي هو يوم الجمعه 7 فبراير و11 فبراير غير اليومين هذه ما يلعبون معك. طيب الا في حدود ضيقه جدا انهم مثلا يخلونها يقدمونها يوم او ياخذونها يوم. طيب استاذ احمد احنا عارفين جهودكم، عارفين انكم انتم تشتغلون في لجنه المسابقات، لكن اكلمك بلغه الشارع الرياضي والجمهور، يعني في عتاب كثير عليكم يعني وفي اتهام لكم انتم، يعني في كثير من الامور يكون في تاجيل المباريات بسهوله، ومثل موضوع مثل هذا مثل الاهلي مثلا يطالب تاجيله هو عنده مهمه وطنيه حتى بيروح يلعب في ايران وحتى عنده مباراه مع منافس تقليدي، او حتى امور انسانيه مثل وفاه لاعب التعاون يكون في تاخير من قبل لجنة المسابقات في تأجيل المباريات، ومواضيع ثانية أقل أهمية نشوف أنه بسهولة يتم التأجيل، وش ردكم على الموضوع؟ وش الأقل أهمية؟ يعني مثلا في 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 مناسبات سابقة في سنوات سابقة مثل. لا أنا أقول لك تصير دائم، يعني كان أسهل شيء عندنا بس الآن، وحتى أنت كان في رد لك على إحدى المواضيع أستاذ أحمد لحظة لأنك سألتني في هذا، يقول لك ان الاعلام يطالبنا بالاحترافيه، طالبكم بالاحترافيه، لكن لما يكون مثلا وكان عندكم حتى في مباراه الاهلي والتعاون وتأجيل مباراه كان في ضغط كبير حتى في مواقع التواصل على لجنه المتواصل، ما كان في ضغط. اللي صار انه في متى تاجلت قبل المباراه بكم يا استاذ احمد؟ وفاه لما حصلت الوفاه احنا ما ليس من صلاحيتنا تاجيل مباراه لسبب الوفاه، سبب الوفاه من صلاحيه رئيس الاتحاد او الرئيس العام لرعايه الشباب. احنا نعرف حدود صلاحيتنا، ما نقدر نطلع ونقرر قرار وحنا ما نملك الصلاحيه. لما جاء الاتصال للاستاذ فادم صبيح مع صلاه العصر حاول التواصل مع استاذ احمد عيد وما قدر الظاهر يتواصل معه الا قبل المغرب فتره بسيطه في وبتنسيق بينهم وبين بعض، لان صار التاجيل تقريبا بعد صلاه المغرب نص ساعة أو بساعة، يعني ما كان فيه يعني أنت عارف الأمور الرسمية هذه مو بسهولة أنها تطلع. لا بس إذا أنتم لجنة المسابقات وما في يدكم وما عندكم الصلاحية للتأجيل يعني. لا ما صلاحية التأجيل، إحنا صلاحية التأجيل في أمور ثانية، لكن أنا أقول لك أمور ثانية مثل إيش؟ كيف؟ مثل إيش الصلاحيات اللي عندكم في تأجيل المباريات؟ إحنا أجلنا مباراة زي العام لما المنتخب صار موقف حرج في مباراة استراليا وطلب معسكر انهم يمدون المعسكر في هذا الوقت، حاولنا نحن نصلح معسكر، حاولنا نحن نأجل مباريات. يعني انتم وجودكم استاذ احمد تتوقع انه هو بس لمصلحة الادارة المنتخبات ما هو مصلحة الاندية؟ لا مصلحة لو ما لا لما يكون في ظروف للأندية ما تأجلون، لما يكون في ظروف للمنتخب يتم التأجيل. لكل نادي الحق أن يطلب ما يرى في مصلحته، ولكن حنا في لجنة المسابقات نرى شفنا وضعنا الجدول أن هذا وضع المناسب فقط، يعني هذا وضع الجدول المناسب. وضع الجدول المناسب أنه الأندية اللي بتشارك خارجيا يوم الثلاثاء والأربعاء راح تلعب يوم الجمعة، اللي نعطيها فترة أكبر للاستعداد، والأندية اللي ما عندها مشاركة خارجية تلعب يوم السبت. يعني بالنسبة للنادي الأهلي والاتحاد والهلال والاتفاق والفتح كلها عندها يوم الأربعاء مباريات. يوم الأربعاء اللي هو يوم 19 سبتمبر، فإحنا يعني من وجهة نظرنا أن إحنا سوينا لهم خدمة، إحنا خلينا مباراتهم يوم الجمعة عشان تكون فترة الراحة عندهم أطول. يعني نادي الاتفاق مثلا بيلعب يوم الجمعة
مع نادي الفيصلي، بعدين بيروح الاندونيسي يلعب يوم الثلاثاء مع فريق اندونيسي، نادي الفاتح بيلعب مع التعاون يوم الجمعة في القصيم، ويلعب يوم الثلاثاء ضد الجهر الكويتي في الكويت بطولة العرب. نادي الهلال بيلعب يوم الجمعة مع الشعلة في الخرج، ويتوجه إلى كوريا بيلعب مع أولسان الكوري. طيب. نادي الاتحاد بيلعب مع الأهلي وبيجيه فريق الصيني. الفريق الصيني. نادي الأهلي بيلعب مع الاتحاد وبيروح يلعب مع الفريق الإيراني. طيب استاذ احمد، سؤالي الاخير لك، لو في اثناء الاجتماع اللي انتم عرضتوا فيه حتى على رابطه المحترفين اللي هو مواعيد مباريات المنتخب، لو تم اعتراض النادي الاهلي في ذلك الوقت، ما عندكم حتى صلاحيه مثلا بتغيير موعد مباراه ولا تحيلونها لرئيس الاتحاد السعودي مؤقت؟ لا، في ذاك الوقت بنجلس معه ونشرح الموضوع له. يعني احنا وقت ما طيب تشرحونها استاذ احمد عيد؟ لا، للأهلي، للأهلي. يعني احنا رزنامتنا لما وضعنا الرزنامة، يعني انا ابغى بس يعني حاجة توصل للرأي العام، ان التأجيل فيما لو حاولنا نؤجل او كان فيه تأجيل معين، التأجيل يجر تأجيل آخر، والتأجيل يجر تأجيل لنهاية الموسم، ونهاية الموسم تتعلق بنهاية الموسم. هذا اللي حنا نطالب فيه، كلامك صحيح. اللي وراه وش تطالب فيه؟ أنا كل شوية تطالب، مرة تطالب بالأندية ومرة تطالب بلندي. لا، أنا طالب يا أستاذ أحمد، أنتم عندكم مشكلة لازم أنك تعرفها. أنا أقول لك أنا أطالب أنه أنتم يكون عندكم احترافية، أنه ما يكون التأجيل على الفاضي والمليان، لأن على قولتك يترتب عليها تأجيلات أخرى، لكن في نفس الوقت أنه يكون في عندكم أمور مثل أمور إنسانية، يعني لازم يكون عندكم صلاحيات تطالبون فيها اتحاد القدم، لكن مو بلاعب يتوفى يقول لك والله ما أقدر أنا أجل مباراة لين ليلة مباراة عشان والله العظيم لازم يجيني موافقة من فوق. هذه صعبة شوي، هذه ما اتفق معك فيها. توفى اللاعب في الصباح نفس يوم المباراة، والخبر ما وصلنا احنا في الاتحاد السعودي الا العصر. يا سادة، الخبر ما وصل من الاخوان في نادي. أقول هذه بمشيها، لأنه ما شاء الله مواقع التواصل الاجتماعي ما في حد متكلم في الموضوع، وكانوا ينتظرون القرار إلى ما صدر القرار بعد ضغط كان جمهور كبير. لا يعني لا، في الموضوع القرار صادر، بس الصفة الرسمية ما طلعت إلا قريب من وقت المباراة. الصفة الرسمية تطلع من عندكم ولا من اتحاد القدم؟ من الأمان احنا ما يطلع حتى الجدول الاتحاد، الجدول يطلع من الأمانة، احنا نمرر قرارات من الأمانة وكل شيء تصدر عن طريق الأمانة. أمانة الاتحاد، أنا أرجو أنه يعني يفهم من وين يصدر القرار، من وين يجي القرار. الأندية لما تخاطب الأمانة، والأمانة تحول للجان، واللجان عندما تريد أن تخاطب أحد الأندية تخاطب الأمانة، والأمانة هي اللي تخاطب اللجان، والقرار أنتم ترفعون للأمانة، والأمانة هي اللي تصدر القرار، والأمانة تصدر. نعم. طيب يعطيك العافية أستاذ أحمد. شكرا لك. كان معنا أستاذ أحمد العقيل، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي. لجنة ترفع للأمانة، والأمانة تصدر القرار، والأندية ترفع للأمانة، والأمانة تخاطب اللجان. يعني أنا والله أنا كنت مستمعة في الفقرة هذه، مستمعة جيدة للموضوع، يمكن مذهول أنتم. اللخبطة غريبة ولخبطة عجيبة، ويعني مداخلات في الاتحاد السعودي بين لجنة ولجنة، يعني كل شيء خلاص خط واضح. أنت عندك يعني اللجنة هذه مسؤولة عن التأجيل، ليش أمور معينة تروح للاتحاد للرئيس العام؟ يقول لك احنا ما عندنا صلاحيات. وش الصلاحيات حقتكم؟ إذا كان ريكارد وإدارة شؤون المنتخبات يقولون ان في معسكر المنتخب السعودي عندي صلاحيه اني اجل، لكن اللاعب توفى يقول لك لا انا انتظر القرار. ممكن يكون في امور زي هذه تصدر فيها شغلات عاجله، يعني ما عاد الرساله ما فيها مزحه، هذه وفاه. غير كذا زي ما تتكلمت عن الموضوع هذا، يروح الموضوع هذا لرئيس عام الاتحاد السعودي ليش؟ اذا انت لجنه مخصصه لهالموضوع اساسا، ليش اساسا امور زي هذه تاجيليه؟ والمشكله في الموضوع ريما انه رئيس الاتحاد السعودي المؤقت طبعا استاذ احمد عيد كان يطالب اللجان بانه يطلع على بعض القرارات قبل اصدارها، وكانوا يصدرون القرارات قبل حتى يراجعونها او حتى يطلعون عليها. الان للاسف يقول لك هذا، يقول لك لا احنا ما نقدر، حتى في وفاه لاعب يقول لك لا ما نقدر ناجل المباراه. عموما عشان بس استاذ احمد عقيل وغيره من المسؤولين في اللجان، احنا لما نتكلم احنا نطالب من السنه اللي راحت واللي قبلها جماعه احترافيه وعدم التاجيل لانه يضر بجدوله الدوري، لكن لما يكون في امور انسانيه ولا حتى يكون في امور فيها مصلحه للانديه المشاركه خارجيا، ان يكون فيها النظر من البدايه، وحتى المندوبين اللي يحضرون للأندية هاي يكون عندهم العلم الكامل،
حتى أنا يوم سألته قلت له أنتم مثلا لو اعترض الأهلي في ذاك الوقت مثلا بتاخذون رأي هذا، يقول لك لا بنشوف بنناقش. طيب يعني وكمان البس الشغلة اللي حابة أن أوصلها السريع ثامر، أن على الأقل اللجان هذه كل لجنة طالما أن عندها مسؤولية محددة لابد من أن تعطى الصلاحية كاملة لموجودين في رئاسة هاللجنة. ما أعتقد أنهم موجودين بشكل فاضي، أكيد أنهم عندهم خلفية عن وضع اللجنة ويكونون مسؤولين بشكل كامل على هاللجنة.